مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. المصدر أونلاين: ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر الاستقبال في مأرب إلى 111 قتيلا. وصحيفة العربي الجديد تقول إن هناك موجة صقيع تهدد الزراعة في اليمن. وفي الشرق الأوسط أخبار منوعة: رجل يجد 43 ألف دولار داخل وسادة أريكة اشتراها ب35 دولار. في لحظة من الثانية ينفجر بهم صاروخ ويحصد أرواح الكثير منهم. ليس هذا فحسب، بل يلحقهم الجرحى بعد فترة قصيرة ليرتفع عدد القتلى، بحسب وكيل وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري الذي صرح للمصدر أونلاين أن حصيلة الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في مأرب ارتفعت إلى 111 قتيلا. وذكر الحيدري أن عدد القتلى من الجنود ارتفع بعد وفاة جنود متأثرين بإصاباتهم الخطرة والقاتلة. وحسب المسؤول الحكومي فإن الجرحى الموزعين على مستشفيات مدينة مأرب عددهم 68 جريحا، 6 منهم إصابتهم خطرة ويرقدون في قسم العناية المركزة. صور المسجد في المعسكر الذي تعرض للقصف تظهر دمارا كبيرا جراء سقوط صاروخ فلسطيني أطلقه الحوثيين على معسكر تدريبي تابع للقوات الحكومية، ومعظم الضحايا يتبعون اللواء 4 حماية رئاسية. بحسب موقع صحوانت، أدان المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف مسجد أحد معسكرات الجيش في مأرب. جريفيث قال في بيان: لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية. وأضاف: مثل تلك الإجراءات قد تعرقل هذا التقدم، أحث جميع الأطراف على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة. وأشار إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع. وأيضا عن ضحايا قصف معسكر مأرب كتب معن البياري مقالا في صحيفة العربي الجديد قال فيه: يعبر اليمن منذ دشنت عاصفة الحزم في مارس آذار 2015 من طور إلى طور من التنويعات، غير أن المشترك الأوضح بينها جميعا هو انعدام أي حساسية إنسانية وأخلاقية عند الأطراف جميعها. جاءت مقتلة المسجد في المعسكر الحكومي في مأرب لتدل على أن اليمن بعيد عن السلام، لأن أطراف الإقليم لا يلح عليها هاجسه، ولأن شهوة المغالبة والاستحواذ متوطنة لدى الحوثيين الذين لا يقلقهم أن يموت 4 أخماس اليمنيين في مقابل احتفاظهم بصنعاء، ولأن الطرف الآخر ليس في حوزته أي قسط من قرار الحرب أو السلام، أي الطرف الأضعف في معادلة النفوذ والتحكم والسيطرة والقوة، ويقصد به الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض والتي دفعت إلى توقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات في نوفمبر الماضي. ليس باديا أن مسار الأوضاع في اليمن ذاهب إلى تسوية، إلى حل، إلى العبور إلى شيء من الخلاص. وأمام هذا الاستعصاء الذي أوضحته جريمة قتل المجندين في مسجد أخيرا يصبح مدعاة لضحك كالبكاء، مطلب حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي من مجلس الأمن تدخله لممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذ قرارات المجلس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في اليمن أمام انعدام اكتراث الولايات المتحدة واكتفاء الاتحاد الأوروبي بإصدار هيئات تتبع له تقارير جيدة للحق عن الحالة الإنسانية البالغة التعاسة في البلد المنكوب. يعيش سكان قرية المسبوب بوادي أديم في مديرية الشمايتين جنوب تعز كارثة بيئية وصحية منذ أكثر من 30 عاما، والسبب بحسب الموقع بوست اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، ما أدى إلى وفاة كثير من المواطنين منذ تلك الفترة إثر إصابتهم بأمراض وأوبئة مختلفة. تقع قرية المسبوب التي يعيش فيها قرابة 400 نسمة أدنى وادي أديم الذي تطل عليه مدينة التربة، ويعتمد سكانها بشكل أساسي على عين ماء جارية أعلى المرتفع الجبلي الذي تستقر عليه مدينة التربة بعد أن جفت الآبار الجوفية
المحيطة بها، حيث كان السكان قد سخروا تلك العين لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب من خلال تجميعها في حوض اسمنتي وربطه بإمدادات تصل إلى أدنى ذلك الوادي. تلك الكارثة البيئية والصحية مصدرها مياه الصرف الصحي الخاصة بمدينة التربة، والتي تصب بشكل عشوائي من أطراف مدينة التربة على امتداد السفح الجبلي المطل على وادي أديم لتصل حتى أدنى ذلك الوادي. وقد تفاقمت تلك الكارثة مؤخرا نتيجة التوسع العمراني الذي شهدته مدينة التربة خلال السنوات القليلة الماضية. وتظهر وثيقة قديمة حصل عليها الموقع بوست تظهر تضرر أهالي قرية المسبوب من مياه الصرف الصحي التي تنصب من مدينة التربة باتجاه وادي أديم قبل أكثر من 30 عاما، فيما رفع أهالي قرية المسبوب شكوى للمحافظ أو محافظ محافظة تعز في العام 1986 عن حجم الأضرار التي تسببت بها تلك الكارثة البيئية والصحية، حيث أفادت الوثيقة بإصابة المواطنين بأمراض مثل الكوليرا والأمراض الوبائية المختلفة. في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك كتب عصام القيسي مقالا بعنوان قفلة شيش، قال فيه: اليمن اليوم في وضع القفلة، لا حلول في الأفق، الضبع الحوثي ممسك بفرصته التاريخية ولن يفلتها إلا على جثته، جيران السوء حلفاء الشرعية لا يريدون انتصار الشرعية ولا هزيمة الحوثي، كانوا قد أعلنوا الحرب في اليمن لتحقيق 3 أهداف مرحلية، هي تدمير مخزون اليمن من القوات العسكرية النوعية وتحويل الحوثي من خطر إيراني على حدود السعودية إلى خطر للداخل اليمني، ومنع الشرعية من الاستعانة بقوى إقليمية ودولية تحقق انتصارا لأجندة ثورة فبراير. والمجتمع الدولي سلم ملف اليمن للمملكة العربية السعودية تصرفه كيف تشاء هي وحليفها الإماراتي، ومن الصعب في الظاهر على اليمنيين الأحرار أن يتحركوا دون غطاء الشرعية، والشرعية موضوعة تحت الإقامة الجبرية في صندوق وضاح لا حول لها ولا طول، وجنود اليمن الجمهوري في الجبهات بلا مرتبات ولا عناية ولا سلاح نوعي ولا ذخيرة كافية. هكذا يبدو المشهد مغلقا مثل لعبة الدومينو، لكنه يبدو مغلقا أمام الحلول التقليدية فقط، أما العقل المتحرر من قوالب التفكير الجاهزة فلا يؤمن بهذه النهايات. هناك حلول غير تقليدية تنتظر من يكتشفها، من يخرجها من مخبئها، تحتاج إلى نوعية من المناضلين مختلفة قليلا عن التي نعرفها الآن في الساحة، نوعية مؤمنة بقضيتها مستعدة للتضحية في سبيلها، تفكر بطريقة غير تقليدية، تعيد تنظيم نفسها وفق أهداف محددة وخطة ذكية دقيقة وواضحة لتقلب الطاولة على الجميع. هناك موجة من الصقيع تهدد الزراعة في اليمن، ستضيف أعباء أخرى على عاتق اليمنيين غير أعباء الحرب وتبعاتها. يقول موقع العربي الجديد إن الصقيع بدأ بضرب الأسواق اليمنية مع انخفاض المعروض من الخضروات والفواكه ومختلف المنتجات الزراعية التي تشهد ارتفاعا في أسعارها مع اشتداد البرد. وتضرب اليمن موجة صقيع شديدة ومفاجئة منذ مطلع يناير الجاري، الأمر الذي يجعل المزروعات في المناطق الجبلية أكثر تأثراً وعرضة للإصابة والتلف، إذ يعيق البرد الشديد نمو النباتات ويتسبب في تساقط الأزهار والثمار. وتشهد بعض الأصناف خصوصاً الخضروات زيادة في أسعارها، حيث ارتفع سعر الطماطم من 400 ريال إلى 700 ريال للكيلو. ويشكو المزارعون من صقيع وتأثير تقلبات الطقس على منتجاتهم الزراعية في ظل بدائية الطرق التي يضطرون لاستخدامها نتيجة تجاهل الجهات الرسمية واستمرار الحرب في البلاد، فيما حمل مسؤول في وزارة الزراعة والري الخاضعة لسيطرة الحوثيين حمل المزارعين جزءا من المسؤولية بسبب عدم التزامهم بالمواعيد والمواسم الزراعية، وهو ما يجعل محاصيلهم أكثر عرضة للإصابة بموجة البرد الشديد. تتحدث بروين حبيب في صحيفة القدس العربية عن ابتكار الثقافات وتقول: يبقى العقل البشري أكثر آلة على وجه الأرض ابتكارا لأنواع الحياة فوق هذه البسيطة، ولن تتوقف عن خلق ثقافات جديدة حتى يرث الله الأرض وما عليها. هل العقل منبت الثقافات أم جغرافيا المكان وطبيعته؟ هل مشكلة الشعوب البدائية المقاتلة المعادية للتطور والابتكار
هي في الحقيقة مشكلة بروتينات وأنزيمات؟ لماذا هذا النفور والرفض لذلك الاختلاف ذي المنشأ الواحد؟ حتى معالجة العداء الذي يبلغ درجة القتل وإقصاء الآخر لا نجد له سبيلاً بمخاطبة العقل. ثمة شيء يعطل الأدمغة ويحولها إلى قنابل موقوتة تنفجر بمجرد ملامستها فكرة مختلفة. السباق الذي دخلت فيه الدول العظمى من أجل التقاط أدمغة الشعوب المشغولة بتدمير ذاتها، سباق قمة في الذكاء يستحيل أمامه أن نستعيد عافيتنا ونحن نستنزف أدمغتنا المفكرة المبدعة. لكن كيف استعادت هذه الأخيرة عافيتها؟ كيف أدركت بعد حروب طاحنة أن الحياة تستحق أن تعاش بقليل من الهدوء وخطة لتقبل الاختلافات وتخطي الخلافات؟ العالم الذي يوهمنا أننا في خطر من الآخر بمجرد اختلافه عنا، فهل يمكن لآلية التفكير كلها أن تتغير إن أدركنا أن مشكلتنا مشكلة ثقافات وليست مشكلة بقاء، وإن أي ثقافة تطغى على الآخر إنما بمحتواها الداعم للحياة وليس العكس، وإن التنافس الثقافي ليس تنافساً من أجل بركة ماء لجماعة ضاعت في الفناء؟ أخذت الحروب أشكالاً مختلفة بعد أن تحول العالم إلى قرية صغيرة، وتحول الصراع من أجل أفكار ينتجها العقل. على الأقل هذا يفسر كل حروبنا الداخلية التي اشتعلت بين أهالي الوطن الواحد في أكثر من رقعة، فهي لا تحسم خلافاً ولا تنهي صراعاً، فكلما تعب الطرفان عقد هدنة مؤقتة تنم فيها الأدمغة المتعبة قبل الاستيقاظ مرة أخرى لبدء مرحلة جديدة من التراشق القديم نفسه. نحن الوحيدون الذين نتقاتل من أجل أشخاص ماتوا منذ أكثر من 1000 عام، متوقفين على هضبة من الأفكار التي لم تتجدد ولا نسعى لتجديدها. في الأخبار المنوعة ما ذكرته صحيفة القدس العربي نقلا عن حكومة باراغواي التي قالت إن ما لا يقل عن 75 سجينا من بينهم أعضاء في أخطر عصابة برازيلية فروا من أحد سجون باراغواي بعد حفر نفق في عملية تعتقد الحكومة بأن مسؤولي السجن كانوا على علم بها. قالت سيسيليا بيريس وزيرة العمل أو العدل في باراغواي للصحفيين إن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل وستة مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا. وقالت حكومة باراغواي إن من بين الفارين أعضاء في عصابة فيرست كابيتال كوماند، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل. وأضافت الحكومة أن العملية استغرقت أياما ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن رجلاً أمريكياً من ولاية ميشيغان وجد 43,000 دولار داخل أريكة اشتراها من متجر للتوفير مقابل 35 دولاراً فقط. قال مدير المتجر لشبكة ABC نيوز الأمريكية إن هوارد كيربي اشترى الأريكة من المتجر واكتشف أنها تحوي آلاف الدولارات داخل إحدى وسائدها وقرر إعادة الأموال إلى صاحب الأريكة. وأضاف ريك ميرلينغ مدير المتجر كان يمكنه استخدام الأموال، لديه احتياجات، لكنه قال إنه شعر بأمر من الله يقول له هذا ليس لك. اتقى كيربي مع مالكي الأريكة الأصليين لإرجاع الأموال بعد أن اتصل بهم المتجر ليقول إن كيربي وجد شيئا يريد إعادته ولقد كان الأمر صادما جدا لهم. وقالت العائلة التي كانت تعرض الأريكة للبيع في المتجر إن هذه الأريكة تنتمي إلى الجد الذي توفي منذ نحو عام ولم يكونوا على دراية بأنه خزن بداخلها هذا المال. الكاتب حسين الرواشد فكر بعمل وصية لولده وأوصاه بأن يكون حرا، وقال في مقال بصحيفة الدستور الأردنية: هل فكرت أن تكتب وصية لأبنائك؟ أعرف بالطبع أن هذا الجيل الذي خرج من رحم خيباتنا لا يثق بنا ولا يصدقنا ولا يكترث بما نقدمه له من نصائح أو وصايا. أعرف أيضاً أن تجاربنا في هذا العالم العربي المنكوب بالحروب والهزائم أربكت أبناءنا عن التمييز بين الصواب والخطأ ودفعتهم إلى الهروب من ذاتهم ومن بلدانهم وربما من ملتهم الوطنية والدينية بحثاً عن الخلاص من الفشل. الوصايا بالطبع نتاج تجربة إنسانية أو هي خلاصة وتتويج لها،
تنم عن حكمة، وفي تراثنا العربي الإسلامي تحتشد أدبيات كثيرة تجسد هذه القيمة. وقد لا يخلو مصنف لكبار أدبائنا وشعرائنا القدماء من هذه الوصايا التي توزعت على ميادين التربية والسياسة والدين وغيرها. ماذا أوصيك يا بني إذن؟ سأترك كل ما ذكرته سلفاً، فبوسعك أن تقرأه من الكتب، فقط سأبعث إليك بوصية بكلمة واحدة: كن حراً، فالحرية وحدها متى كان العقل مرشدها تمنحك الإنسانية بكامل أناقتها، تمنعك من الكذب والخيانة، وتحررك من الخوف، وتحصنك من الرذيلة والدنايا، ترتقي بك إلى أن يبلغ عدد الوصايا مقامات العزة والكرامة والرضا، تعيد إليك ما افتقدته من أمان وطمأنينة، وتحلق بك في فضاء واسع لا حدود له ولا سقوف. باختصار، أنت حر يا بني، إذن أنت إنسان. بدأ بركان تال في الفلبين بالثوران، فبعد صدور أصوات هادرة كالرعد وحدوث اهتزازات، تصاعدت غيمة من الرماد في السماء أدت إلى تغطية بلدات قريبة من البركان بطبقة كثيفة من الرماد والرواسب قبل أن يبدأ البركان بقذف الحمم. نتابع معكم ما نشره موقع البي بي سي من هذه الصور. رسوم الكاريكاتير تفنن أو فن يقدم خبراً ويحكي قصصاً ليوصل المعنى للمتابع بطريقة مختصرة. نتابع. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.